السلام عليكم، معكم دكتورة رحاب زكي، مدرس طب الأطفال بوحدة الصدر الحساسية. محاضرتي النهاردة عن الديزني أند جرانتين، هنقدمها من خلال كيس. الكيس بتاعتنا عبارة عن 1.5-year-old male admitted in the emergency room with complaints of fever with cough and difficulty of breathing for 3 days. On admission, the child's weight was 8 kg, height 76 cm, head circumference 45 cm, and the mid upper arm circumference 13 cm. البيشنت كان عنده برضه هاي جريد فيفر 39 سنتيجري وفي هيستوري تو سيبلينج سيك وسكوب. ريسبيراتري اكزامينيشن، الريسبيراتري كان 50 بريث بير مينيت وعنده انتركوستال سب كوستال ريتراكشن، كان في اودبل جرانتنج. بالاوسكالتيشن كان في ديفيوز ويزنج اند انسبيراتري كراكلز، والفيزيكال اكزامينيشن اوف اذر سيستم كان ريماركبل. وات از ذا بوسيبل diagnosis, what are the predisposing factors, what are the causative pathogens, how to confirm the diagnosis, and what is the treatment. What are the possible diagnoses? دي عبارة عن case of bronchopneumonia. عرفنا ازاي؟ هنقول دلوقتي، بس لازم في الأول نعرف ايه هو definition of pneumonias. دي عبارة عن inflammatory disease of the pulmonary parenchyma. في عندنا classifications كتير للنيومونيا، ممكن نقسمها من خلال ان هي infectious ولا non-infectious. infectious pneumonia ان يكون سببها viral, bacterial, fungal, parasitic, او ان هي non-infectious زي ان هي تكون aspiration pneumonia او chemical pneumonitis. ممكن نقسمها على حسب الانست والكورس. ممكن نقسمها على حسب الانست والكورس لacute pneumonia وchronic pneumonia. ممكن نقسمها الـ typical pneumonia او atypical pneumonia. والموست كومن كلاسيفيكيشن اللي هو موجود في السلايد بتاعتنا دي، اللي هي على حسب المورفولوجي، البرونكونيومونيا، لوبر نيومونيا، انترستيشن نيومونيا. ايه هي البرونكونيومونيا؟ دي عباره عن موست فريكونت فورم اوف نيومونيا ان تشيلدرن. الانفلاماتوري تشينجز افكتنج ذا ريسبيراتوري باسويز اللي هي البرونكاي والنبرنج بورشنز اوف ذا بالمونري بارينكيما. بالنسبه للوبر نيومونيا، الانفلاماتوري تشينجز بتبقى ليميتد للبالمونري بارينكيما اوف لونج سيكمنت اور لوب. اما الانترستيشن نيومونيا دي بتبقى برايمرلي افكت او تعمل انفلاميشن في البيري فاسكولار او انتر الفولار كونكتيف تيشو. كمان لازم نبقى عارفين الفرق ما بين البرونكونيومونيا واللوبر نيومونيا. البرونكونيومونيا دي بتافكت الاكستريم اوف ايج اللي هم الانفنت والانترلي، اما اللوبر نيومونيا بتافكت الاولدر تشيلدرن. البرونكونيومونيا دي عباره عن سكندري ديزيز بيبقى موستلي كومبليكيشن برايمري ديزيز، زي مثلا حاله اكيوت برونكيال ازمه كومبليكيتد ببرونكونيومونيا، او طفل عنده كونجينيتال هارت ديزيز كومبليكيتد ببرونكونيومونيا، او طفل عنده مال نيوتريشن كومبليكيتد باي برونكونيومونيا. اما اللوبر نيومونيا دي عباره عن برايمري ديزيز، بيبقى عاده التشايلد بيبقى هيلثي. البرونكونيومونيا بتافكت بوث سكس ايكول ميل اند فيميل، اما اللوبر نيومونيا بتبقى مور كومن ان ميل. البرونكونيومونيا الاورجانيزم الموست كومن فيها الستاف اوريوس والستريب نيومونيا والهيموفيلس انفلونز، اما اللوبر نيومونيا 95% بيبقى سببها نيوموكوكاي وممكن كليبسين. البرونكونيومونيا بيبقى فيها باتشي كونسوليديشن، اما اللوبر نيومونيا بتاخد ذا انتاير تعمل كونسوليديشن اوف ذا انتاير لوب. البرونكونيومونيا بتبقى اراوند ذا سمول برونكاي، اما اللوبر نيومونيا بتبقى ديفيوز في اللوب نفسه. البرونكونيومونيا بتبقى نوت ليميتد باي اناتوميك باوندريز لان هي بتبقى ديفيوز ديزيز، اما اللوبر نيومونيا بتبقى ليميتد باي اناتوميك باوندريز اللي هي فيشر زي ما في الصوره اللي قدامنا رايت لوور لوبر نيومونيا. البرونكونيومونيا بيبقى يوجوالي بايلاترال، اما اللوبر نيومونيا بتبقى عاده يونيلاترال. طب ايه هي بريدسبوزنج فاكتورز؟ ان يكون الطفل ده عنده فايرال ابر ريسبيراتوري انفكشن زي كومن كولد، او يكون عنده مال نيوتريشن، او يكون معرض لسيجريت سموكينج سواء بوزيتيف هو السموكر او في خصوصا زي الادرسنت مثلا، او ان هو نيجاتيف سموكر. كل الحاجات دي بتافكت الديفنس ميكانيزم بتاعه البالمونري سيستم، وده بيأثر على من خلال ان هو بيأثر على السيلري اكتيفيتي والفانكشن بتاعت الالفولار ماكروفيش. طيب بالنسبه للحاله بتاعتنا، ايه هو البريديسبوزنج فاكتور؟ احنا عندنا التشايلد ويت 8 كيلو جرام والهايت 76 سنتيمتر، وعنده الهيد سيركمفرنس والميد ابر ارم سيركمفرنس قليل. الطفل ده عنده مال نيوتريشن وده البريديسبوزنج فاكتور بتاعي، يعني الحاله قلنا برونكونيومونيا ده سكندري ديزيز نتيجه مال نيوتريشن. طب وليه هي برونكونيومونيا ومش نوبر نيومونيا؟ لان هنا انا عندي قلنا سكندري ديزيز، ثالث حاجه ان انا عندي ديفيوز ديزيز عامل ويزنج وانسبيراتوري كراكلز في اللنج كلها، عشان كده هي برونكونيومونيا مش نوبر نيومونيا. طيب وات ار ذا كوزيتيف باثوجينز؟ ده على حسب الايدج بتاع البيشنت بتاعي. النيو بورن اللي هم اول 28 يوم بعد الولاده، الموست كومن اورجانيزم الجروب بي ده ستريبتوكوكاي، الاستافيلوكوكاي، الجرام نيجاتيف انتيرو بكتيريا زي الايكولاي، وممكن الكلاميديا تراكوميتس. ف
From 1 month to 5 years, ممكن النيومونيا يكون سببها فيرال أو بكتيريا. فيرال ودي فيروسات كتير زي سبات سنسيتيال فيروس، إنفلونزا، بار إنفلونزا، أدينو فيروس، راينو فيروس. أما البكتيريا ممكن يكون سببها ستريبتوكوكال نيومونيا، هيموفلس إنفلونزا، مورجزيلا كاتاريليس، وممكن الاستافيلوكوكال أوريس. الاستافيلوكوكال أوريس دي بتأفكت قلنا الإنفانت أكتر. السكولي تشيلدرن ممكن يكون برضو سببها فيرال نيومونيا أو البكتيريا، والبكتيريا الموست كومن في الإيدج ده الميوكوبلازما والكلاميديا. طيب هاو تو كونفيرم ذا دايجنوزس؟ من خلال كلينيكال دايجنوزس، راديولوجيكال دايجنوزس، لابوراتوري دايجنوزس. بالنسبة للكلينيكال دايجنوزس في عندنا جنرال ساينز للنيومونيا ان جنرال، إنه يكون الطفل ده عنده فيفر، سواء لو جريد فيفر في الفيرال نيومونيا أو هاي جريد فيفر في البكتيريال نيومونيا، يكون عنده تاكيبني أو ديزني أو أي جريد من ريسبيراتوري ديستريس. اللي هم احنا عندنا 4 جريدز من ريسبيراتوري ديستريس: جريد 1 تاكيبني، جريد 2 ريتراكشن، جريد 3 جرانتنج، جريد 4 سينوزس. وكمان حاجه مهم مميزه للنيومونيا الترايل اوف نيومونيا ان يكون في جرانتنج انفيرتد بريثريزم وركينج الى نيزاين. الجرانتنج ده عباره عن ايه؟ دي عباره عن النته الام بتقولها بينت. طب هي عباره عن ايه؟ ده اكسبيراتوري ساوند بيبقى نتيجه فورسد اكسبيريشن اجينست بارشل كلوزد جلوتس. ده هدفه ايه؟ دي عباره عن كومبنساتوري ميكانيزم. في حالات النيومونيا بيبقى في عندي انفلاميشن في الالفيولاي. الانفلاميشن في الالفيولاي ده بيخلي في فلويد في الالفيولاي، فبيخلي الالفيولاي تكولابس. علشان على الالفيولاي بيتنت من خلال ان انا بسيب ريزيدوال من الاير اللي هو ان انا بعمل اكسبيريشن اجينست بارشل كلوزد جلوتس. وانفيرتد بريثريزم بيبقى انسبيريشن بيفور اكسبيريشن وركينج الى نيزاين. كمان ممكن الاقي فيه توكسيك فيشز، ده في حالات البكتيريا نيومونيا. تمام، وتوكسيك فيشز دي ان هو البيشنت ده بيبقى نوت انترستد ان ذا سراوندنج، يعني بيبقى بهتكودان. وممكن في الحالات السيفير الطفل يدخل في شوك، خصوصا اللي هي الاستافيلوكوكال اوريس انفكشن. طيب الكلينيكال دايجنوزس برضو ممكن كل اورجانيزم بيبقى ليه حاجات سجستيف. فمثلا في حالات الفيرال نيومونيا بيبقى ايه المميز ليها؟ ان بيبقى عاده في preceded by several days of other respiratory symptoms، وبيبقى فيها low grade fever والبيشنت بيبقى generally good. تمام، ممكن طبعا الاقي اي جريد من respiratory distress، حد sinusitis ممكن يدخل في respiratory failure. بالexamination الفيرال نيمونيا عاده بتبقى برونكونيمونيا، فبلاقي crepitations ورونكاي. وبعض الحالات طبعا يعني ما اقدرش اميز ما بين الفيرال الفيرال والنون فيرال، ممكن يكون الطفل يدخل في secondary bacterial infection. طيب بالنسبه للبكتيريا نيمونيا دي بتتميز بهاي جريد فيفر، وبيبقى ليها اكيوت اونست، وممكن وبيبقى فيها برودكتيف كاف، وممكن الطفل بيشتكي من التشست بين. التشست بين ده بيبقى نتيجه البلرزي اللي بيبقى حوالين النيمونيا اللي في اللونج. تمام، بالاكزامينشن ممكن الاقي ان هي تكون حاله برونكو نيمونيا، الاقي فيها ديفيوز رونكايو كريبيتيشن، وممكن تبقى لوبر نيمونيا بلاقي فيها لوكلايزد كريبيتيشن، وممكن الاقي دالنس توبركشن. كلاميديا تروكوميتس نيومونيا ده خدناها، دي من ضمن الاورجانيزمات كلها وهنتكلم عنها لان هي حاجه مهمه جدا. الايدج بتاعها بيبقى عاده من شهر لثلاث شهور. تمام، بيبقى بتتميز بان هي اتيبيكال نيومونيا. يعني ايه اتيبيكال نيومونيا؟ ما بيبقاش فيها فيفر، ما بيبقاش فيها ويز. تمام، ما بيبقاش فيها التشست اكس راي بتاعتها، ممكن ما الاقيش ان هو الحاجات السبيسيفيك للوبر او البرونكو، بلاقي مجرد بس ان هو انفلاميشن في الانترستيشن. تمام، ممكن الاقي معاها ماي اور ماي نوت اسوشيتد بكونجنكتيفايتس نتيجه الكلاميديا تروكوميتس. وبيميزها كمان استكات وكف، دي عباره عن سبازمودك كف، ان الطفل بيتنيه كح لغايه ما لونه يحمر او لونه يزرق. تمام، او ان هو يرجع، ودي طبعا دي انديكيشن للادمشن ان الحاله ادمت في المستشفى. والبريفرال ايزينوفيليا ده لو عملت سي بي سي. طب الكورس اند بروجنوزس على حسب الاورجانيزم. يعني لو النيومونيا نتيجه نيموكوكاي يوجوالي بيحصل ريكفري ات اند اوف ذا فيرست ويك، اما الانتريتد كيسز فبيحصل مورتاليتي في 5-50% من الحالات. الهيموفيلس انفلونزا بتتميز ان بيبقى ليها انسيدوس اونست وبرلونجد كورس، والستاف اوريوس دي مميزه ليها ستورمي كورس وبيحصل ديليد ريزوليوشن وهاي مورتاليتي. طيب الراديولوجيكال دايجنوزس ده من خلال التشست اكس راي. التشست اكس راي بتبقى بالنسبه لنا بتبقى حاجه مهمه وواضحه. يعني مثلا ممكن الاقيها زي اللي هي التشست اكس راي موجوده على الناحيه اللي دي، عباره عن ايه؟ عباره عن مش نسق بس، هي موجوده في الرايت لور لوب. تمام، وليمتد بباوندرز اللي هو الفيشر بتاع اللمب، وان هنا عندي الانجل فري اللي هي الرايت كوستوفرينج انجل فري، وبالتالي دي عباره عن رايت لور لوبر نيومونيا. هنا دي عباره عن برضه هوموجينس اوباستي، بس مميز ليها ان هي عامله موسكنج للرايت بوردر بتاع الهارت، مش قادره افصل الاوباستي من الرايت سايد بتاع الهارت. دي حاجه اسمها بوزيتيف سيلويد ساين مميزه للميدل لوبر نيومونيا. اما هنا دي عباره عن يمين وعلى الشمال. تمام، فدي عباره عن برونكو نيومونيا.
طيب اللابراتري دايجنوزس ممكن اعمل اللي هو بلاد بيكتشر اللي هي عباره عن سي بي سي. السي بي سي دي لو لقيت فيها لوكوسايتوزس دي ماشيه مع بكتيريا نيومونيا، لو لقيت فيها نيتروفيليا دي ماشيه مع مع البكتيريا نيومونيا، اما لو لقيت ليمفوسايتوزس ده موستلي فايرال او تي بي طبعا، ولو لقيت في حالات الفايرال برضو ممكن الاقي لوكوبينيا او الاقي ليمفوبينيا زي في الكورونا اللي هي موجوده اللي احنا متعايشين معاها اليومين دول. ولو عملت سي بي سي ولقيت بريفرا ايزينوفيليا ده ماشي مع الكلاميديا تراكوميتس. طيب لو انا عايزه اوصل لديفينيتيف دايجنوزس، لو فايرال هعمل ايزوليشن للفيروس او ادور على الانتيجين بتاع الفيروس في ريسبيرتوري تراكت سيكريشن او من خلال بي سي ار زي في الكورونا بنعمل بي سي ار. البكتيريال برضو بعمل ايزوليشن للاورجانيزم من خلال بلاد كلتشر او بلورا فلويد كلتشر او سبيتم كلتشر. بس نبقى عارفين ان البلاد كلتشر في حالات البكتيريا اليومونيا بتبقى بوزيتيف 30% بس، لكن الباقي كله بيبقى نيجاتيف لان هي مش حاجه سبيسيفيك. الميكوبلازما من خلال بي سي ار. طيب التريتمنت بيشمل ايه؟ بنعمل بيشمل اول حاجه حدد الانديكيشن فور هوسبيتاليزيشن وفي جنرال تريتمنت وانتيبيت. ايه هي الانديكيشن هوسبيتاليزيشن؟ هو يكون انفنت لان هو قلنا الستاف اوريوس بتافكت الانفنت، ان هو يكون عنده سيفير ريسبيراتوري ديستريس. بعرفها ازاي؟ ان الريسبيراتوري ريت بيبقى انكريز اكتر من 50%، عنده ريتراكشن، عنده ساينوزس، البيشنت مش كونشس، عنده شوك تمام، او ان هو النيومونيا تبقى كومبليكيتد سواء بامبايما او ماسيف افيوجن، او ان هو يبقى اشك في ان هي تكون الستاف اوريوس من خلال الستورمي كورس بتاعها، او ان هي البيشنت يكون عنده سوشيو ايكونوميك كونديشن ان هو مثلا عنده بروبلم مع كومبلاينس مع العلاج، او ان هو الميديكيشن بتاعته اكسبنسيف فمش هيقدر يشتريها، فبالتالي ده ممكن اعمل له ادمشن في الهوسبيتال. ده بيبقى طبعا في ديفلوبينج كانتريز. بالنسبه للجنرال تريتمنت ده بيشمل ايه؟ بيشمل بيد ريست، بدي انتي بايوتيك انالجيزيك عشان الفيفر، بدي اكسجين سبورت ده في الحالات اللي هي هايبوكسيك، وده طبعا معناه ان الحاله ادميتد في الهوسبيتال، بعمل اسبيريشن للاورال سكريشنز، بدي فلويد انتيك اديكوت فلويد انتيك، لو الحاله عندها سيفير ريسبيراتوري ديستريس بدي انترافينوس، لو ان هو مايل ديستريس ممكن اديه من خلال نيزو جاستريك رايل فيدنج. في الحالات البرونكونيومونيا اللي هي كومبليكيتنج ازمه بدي برونكو دايليتور، اما في الحاله اللي هي امبندنج ريسبيراتوري فيلير بحط الحاله على ميكانيكال فنتليتور. طب الانتيبيوتيك طبعا ده المين لاين اوف تريتمنت، بختاره ازاي الانتيبيوتيك ده؟ بيعتمد على الايدج بتاع البيشنت، بيعتمد على الكلينيكال برزنتيشن، بيعتمد على السسبكتد باثوجين. بدي الانتيبيوتيك على الحاجات الكلينيكال اللي احنا قلنا عليها لغايه ما اعمل كلتشر سنسيتيفيتي والاقي اورجانيزم معين. طيب عندنا لو انا شاكك ان الحاله نيوموكوكس او ستريبتوكوكس اي او بي، بدي بنسلين او امبيسلين او اموكساسلين او فيرست جينيشن كيفالوسبورن. لو انا شاكك في ستيف اوريس بدي اوكساسلين او فيرست جينيشن كيفالوسبورن، وفي السيفير كيسز بدي فانكومايس. طب لو انا شاكك هيموفيلس انفلونزا بدي سيفتريزون او سيفوتامين. لو الحاله ايكولاي هدي جنتامايسين او امكاسين. لو ميوكوبلازما هدي ماكرولايتس اللي هم الازيثروميسين او كلاريسوميسين. طيب يعني زي مثلا حاله لقيت نيومونيا في طفل عنده في اول 28 يوم، يعني سن النيوبورن، في الحاله دي انا شك ايه؟ قلنا موست كومن جروب بيتا ستريبتوكوكاي والايكولاي تمام. يبقى في الحاله دي ممكن ادي كومباينيشن، ادي بنسلين مع جنتامايسين او اميتاسين. طبعا الحاله دي طبعا ادميتد في الهوسبيتال. لو الحاله عندها ستورمي كورس مع بلورال افيوجن هدي انتي ستاف تمام. لو الحاله سكول ايج هدي الماكرونايت ازيثروميسين او كلاريسوميسين تمام كده. طيب مده العلاج قد ايه؟ هدي انتيبيوتيك لمده قد ايه؟ في العادي في الغالب ان هو من 7 ل 10 ايام بدي انتيبيوتيك، لكن الحالات الكومبليكيتد بالبلورال افيوجن او امبايما او لانج ابسس ممكن ادي من 2 ل 4 اسابيع انتيبيوتيك. بدي نص المده بديها في المستشفى بريبرال والنص الثاني اورال في البيت، طبعا بعد ما تكون الجنرال كونديشن اتحسنت. طيب النيومونيا ممكن تبقى كومبليكيتد بايه؟ ممكن يحصل عليها برانيومونيك افيوجن او امبايما، ممكن الحاله تدخل في نيماتوسيل او لونج ابسس يبقى في كافيتيشن، يحصل كافيتيشن في اللونج، وممكن الكافيتيشن ده ما يبقاش في صوره لونج ابسس واحده بس، يبقى لونج ابسس كتير، ده اسمها نكروتايزنج نيومونيا. ممكن النيومونيا او نيماتوسيل دي تحصل لها يعني ترابشر في البلورا وتعمل لي نيوموثوركس تمام. ممكن يحصل ان ريزوليوشن، يعني النيومونيا بدل ما تتحسن في 10 ايام اللي هو المعتاد ممكن تاخد لها شهر او شهرين تمام. ممكن يحصل لي فليرنج للبلمونري تي بي. طبعا في حالات للاسف في الاطفال بتقلب ببرونكياكتسس لو التريتمنت بتاعها كان انسفيشنت او ان هي ما خدتش الانتيبيوتيك ما كانش تارجتنج للاورجانيزم، بتدخل في كرونيك لانج ديزيز برونكياكتسس او بلمونري فايبروسس. طيب نرجع للحاله بتاعتنا، احنا قلنا الحاله بتاعتنا دي عباره عن ايه؟ قلنا برونكونيومونيا. ليه برونكونيومونيا؟ اولا لان دي سكندري ديزيز، البرايمري بتاعي عباره عن مال نيوتريشن تمام. طيب ليه الحاله برونكونيومونيا؟ قلنا برضو كلينيكال انا شايفه ان الحاله ده انفانت اهو تمام،
تاني حاجة عنده فيه diffuse wheezing وعنده اسبيراتري كريتلز، يعني عنده diffuse disease affecting the lung parenchyma affecting the bronchi، فدي حالة برونكونيومونيا. تمام. طيب ايه الاورجانيزم اللي انا اشكه فيه؟ ده سنه ونص، ده اللي احنا كنا بنقول ممكن يكون فيرال او تكون بكتيريا. هي مش فيرال لان دي هاي جريد، يبقى دي بكتيريا. طب انه بكتيريا موستلي كده هي ستاف اوريوس، لان ده انفنت سن الانفانسي لسه، وعنده كمان اندرلاينج ديزيز، فموستلي دي عباره عن ستاف اوريوس انفكشن. بدي انتي ستاف انتيبيوتيك اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن اوكسيسيلين او فيرست جنريشن كيفالوسبورن. تمام كده، يبقى دي الحاله بتاعتنا. طب التريتمنت، احنا قلنا التريتمنت، وطبعا ما انساش الجنرال، والحاله بما انه انفانت ده يفضل ان انا ادمت في المستشفى، خصوصا ان هو عنده برضه اندرلاين ديزيز. يبقى الحاله دي ادمتت في الهوسبيتال، وبعدين جنرال تريتمنت اللي قلنا عليه، ودي الانتيبيوتيك. تمام كده. كده احنا خلصنا المحاضره بتاعتنا. اتمنى ان شاء الله ان هي المحاضره تكون بسيطه وسهله، وقدرنا نفهم، عملنا ابروتشنج للنيومونيا من خلال الكيس بتاعتنا. لو عندنا اي اسئله ممكن نكتبها تحت الفيديو باذن الله. تمام. وان شاء الله هيبقى في لما نتقابل في الكلينيكال راوندز، ممكن اي حد عنده استفسار نتناقش فيه. شكرا جزيلا لكم، وان شاء الله نتقابل قريب.